بابا اول مره 70 سنه على احراز المنتخب المغربي لكاس افريقيا اللي كانوا الاول والاخير وقبل هذا اللقب كانت يعود الى بابا احد ابناء المدينه الجديده بذلك كان هدف تاريخي اللي افرح جميع المغاربه اليوم فعاليات الرياضه للمدينه الجديده تكرمكم على لامس الذكرى الأربعين لهذا الانجاز التاريخي الكبير شنو هي الكلمه ديالكم اللي يمكن تقولوا للجمهور الجديد حول هذه البادره اللي قام بها المدير الدفاع حسن الجديد؟ كنشكر هذه الجمعيه ديال ميني سبورت اللي زعما فكرت فينا ودارت لنا هذا التكريم انا ومصطفى الفتوي وكنشكروا كاع الصحافه وكاع الناس اللي حضروا وهاد الذكرى 40 رجعتنا في التاريخ يلا بدينا كنلعبوا وكنشكروا هاد الناس كاملين شكرا لك.